ومحلية برنامجنا اللي تعودتوا عليه كل يوم على قناة حنا باع من 5 غربة و 5 وربة. برنامجنا تيلت 15 يوم اسمه شهوة رمضان وتعودتوا عليه كل يوم مع شيف. اليوم أنا وحدي في الكوجينة دونك باش نقدم البرنامج هذا وباش نطيب ده هلي خاطر شيف ماهوش بحذايا. أهلا بيك. عسلامة شيف. عسلامة مرحبا بك. ماكش وحدك هاني جيت. أي الحمد لله. شكرا لك ومتنساش عليك. تعاوني. دونك بالنسبة لي خلينا نحكيو شوية على الكوجينة. خلينا قبل ما نحكيو على الكوجينة نحكيو شوية على كنتي. دونك نادية مازالت كي جات من الفواياج ما عشتش برشا في تونس، ما تعرفش تونس مليح وما تعرفش الكوجينة. خلينا نزيد نقول عزباء. أي أي معناها أنت طول مشيت لدوا وبوت. خلينا نقول لهم علاش هي كانت كنت باش نعرس أنت ولا لا؟ كنت باش نعرس وسان با مارشي على خاطر ما نعرفش نطيب. ما نعرفش نطيب، وهذاك علاش وحدنا نادية اليوم باش تتعلم تطيب. إن شاء الله شاف على يديك أنت نتعلم نطيب ماكلة بنينة ونخرج ريحة بنينة في الكوجينة، هذيك أمنيتي شاف. دونك نتصور بالنسبة لي أنا إذا تبعني مدة 15 يوم الثانيين بقدرة ربي تحاول تتعلم برشا حاجات، تتعلم لي زاستيوس، سوسون لي بتيت تاك فون لا ديفيرونس. دونك تتعلم برشا حاجات تعاونك في الكوجينة وإن شاء الله يا ربي تحبي كل تحليل. إن شاء الله. اللي يكسب. باهي شاف برنامجنا اسمه شهوة رمضان، دونك انا عندي الحق كل يوم باش نشتهي شهوة. انت يشتهي وين علي نطيب لك؟ يا سلام، فماش كيف هكا هذي. دونك وانا كنت مسافرة وهكا باش نوا رايك، انت اشتهيت قلت لي بكري قبل كل شيء، اشتهيت شهوة، زعما شنيا؟ ما نساش نقولوا للسادة المشاهدين نقولوا لهم شنيا؟ انا شاهية برغل جيلي. يا عيني على برغل جيلي. 50 مليون في الطيارة. وانا بدي حضرت لك. برغ الجيري بالنسبة للتو باش نشاهدوا مع السادة المشاهدين طريقة إعداد البرغ الجيري. أعطيني شوية زيت. أي زيت نجمة سيسا. صب لنا شوية زيت. مازلت مستنيش المزاج. صبت لنا برشا زيت. دونك أعطيني شوية البصل. أي اليوم سلكت عندي أسيستونت معايا باش تعاوني. دونك حطينا شوية زيت. ديما كل شربة يلزمنا نحطوا الخضرة موجودة، ديما تكون موجودة خضرة. اسمع توا الصوت. يا عيني يا عيني بيه. موزيكا متاع الكوجينة هذه. هذايا باش نحطوا البطاطا. مش نمرقوا مع المقادير ولا؟ لا ما يسالش، خلينا نمرقوا شوية. باهي اوكي. قبل كل شيء بالطبيعة باش نعطيك استيوس، نبداو بالاستيوس بنصيحة من الأول للأول. اي باش تعلم على قاعدة النصيحة الأولانية. دونك قلينا شوية، قلينا الخضرة في الزيت. ومن بعد نمرقوا يا بالماء سخون يا بمرقه نتاع الدجاج. هذوما حاجتين زوز نصايح نعطيهم لك. باهي اوكي. اعطيني شويه طماطم معجونه. طماطم معجونه لا سهله، ما سهله ما طلبش كله مع بعضه. كله مع بعضه. نعرف نطيب. لا مو سهل، لازم تقرا على روحك، لازم تتعلم ولازم تدخل للكوجينه. الكوجينه قبل كل شيء. سهلها تسهيل شيء. صحيح صحيح سهلها. باش حتى اللي شاهدوا فينا واللي تبدا متعش الطيب تتعلم فيسا فيسا ما تحيرش. بالطبيعة احنا نحاولوا للسادة المشاهدين سهلوا لهم قدر الامكان في طريقة الاعداد نتاع الاطباق. خلينا ندور شوية شايف اعطيني حس روحي اللي انا دون لو بان. باهي اوكي. مغرفة هريسة قداش؟ مغرفة هريسة حط لنا شوية هريسة. باهي هكا ايزي؟ لا زيد شوية شوية انا ما حل. زيد زيد مش برشا هكا؟ لا ما يسالش زيد. هي تعليق تنوريك. شنو شايف تضحك؟ لا 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 اوكي. ديما ثوم يبنن هو التتشيب جينيرال شايفه؟ ثوم يبنن. هذا ما عادش نسحقوه وخليني توا تعرف تقص قبل كل شيء، استعملت قبل سكينه في الكوجينه ولا لا؟ والله هي علاقتي مع الكوجينه ماهيش علاقه حب كبيره برشا برشا، دونك اليوم باش نولي نعرف نقص. فهمتك. قولي انت قص انا نقص. بيه وصلي بيه سبنيخ هاي دونك تشرفوا هاي معرفة طيبة معناها هاي بيه وصلي وي باش نوريك باش نوريك سبنيخ هاي كيفاش يتقص. هو اون جينيرال كل ما نتفرج في شيف كيفاش يقص يعني يعقدني عندكم تبارك الله معناها لطف عليك هاكا كان صارت لي حاجة رغم انها هي عرفتك اللي معناها يقص ويتفرج في الطبيعة وفي الكاميرا وفي كل شيء. دونك قصينا شويه سبنيخ اوكي باش نزيدوه للبرغ الجيري. اي باه كمان سبنيخ. اي شنو مازال لنا اخر؟ شنو مازال هذا
هذاك شنو؟ هذاك روز. هذاك برغل برغل برغل. ها تراه برغل. 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 قدم لكم البرغل معناها. باهي برغل. باش نسحق بالنسبة للفاح. إيه. باش نسحق شوية تابلو كروية. هو كل شيء يقول لك على الفاح هذه نعرف. على الفاح. إيه. شوية فلفل أحمر. إيه. شوية كركم. وشوية هروس. وعطيني الفلفل الأكحل الملح من غاديكا. باهي. شوية فلفل الأكحل. هذا الملح سي بون حطيت فلفل الأكحل. آه داكوغ. أي لا توا بقى لنا كام؟ الصوص نتاعنا حضرت غليت. أي باهي ديجا ريحة بدات تخرج دونك سالير بون بيان سور. شنو بقى لنا زعما توا؟ طلعي. شنو بقى لنا؟ بقى لنا بلا برانسيبال؟ لا بقى لنا باش نرميو برغل. البرغل. باهي. دونك باش نرميو البرغل. نحركو. تحركو. تحركوا هاي لله حرك لمسات السحرية معناها نتاعي أنا تصورها باش تجيب لينا برشا مادام مادام حركتها أنت تجيب لينا دونك شنو طبقنا توا باش ننساوها نقولوا لها دودو تقعد على نار هادية كهو معناها شيخ ونتعداو للطبق الموالي دونك نتعداو للطبق الموالي بعد الفصل الفصل أعزائي المشاهدين رجعنا باش نطيبوا الطبق الثاني اللي هو مكونات نتاعو اللوبيا هكا شايف شنو رايك في الطبق شنو زعما ينجم يكون؟ ينجم يكون كان ماركة لوبيا لا مش ماركة لوبيا هذاك شنو يقول معاصم البي باللوبيا اسم الوصفة معاصم البي باللوبيا معاصم البي باللوبيا معاصم البي باللوبيا يا حسرة على ماكلة البيات شايف يا حسرة على ماكلة البيات هو طبق قديم برشا عنده تاريخ وعنده علاقة بموروثنا الغذائي. ليه؟ دونك باش نشوفوا مع بعضنا مراحل إعداد الطبق، اعطيني شوية زيت. أي. طيب باش تعاوني على باش نتعلم، صب لنا شوية زيت. شوية زيت. سي بون. سي بون، زيت نجمة بالطبيعة. أي. كالعادة. شنو باش ناخذوا حاجة ولا باش ناخذوا شوية بصل. شوية بصل. قداش بصل لكيكة شاب؟ أبوبخي. كعبة بصل كبيرة. كعبة بصل كبيرة. صوت مخرومة. باهي. فرما ناعما. فنان يعني عربية فصحى. دونك نحطوا البصل نتاعنا قبل كل شيء قليوه من بعد نزيدوا الدجاج سكالوب دودانت شهية اللي هو قداش خاطر اللي ما يعرفوش يطيبوا كيف لازم دوزاج قد قد شاف حاجة باهية دونك 250 غرام نص رطل سكالوب قلنا كعبة بصل معها 250 غرام سكالوب شهية. اي. من بعد شنو شيف؟ معها 180 غرام لوبيا كنا طيبناها قبل. اها. 180 غرام بالضبط معناها. بالضبط. لا زايدة لا ناقصة. لا زايدة لا ناقصة. نحركوا مليح مليح. باش نحركوا و هذا شنو شيف؟ ترى شنو قول لي؟ ريحته ياسر بنينة. اي شنو؟ أنتوكا. اللي باش تقولوا انت صحيح شايف هذا زعتر زعتر اي فوالا نحط شويه زعتر الغربه شايف الغربه نسيتني علاش انت توا خليناك كنت لبرا حكينا شويه على جو البر باش ناخذ شويه زعفران قبل كل شيء زعفران والله جو البر شويه ملح شويه ملح اي حكينا على جو البر جو البر باهي ما جونا في تونس وحده معناها دور الدنيا والعالم الكل وديما هكا سورتو جو رمضان جو بريفير نعدي رمضان ديما في تونس على اللمة وعلى الماكلة البنينة هذيا اونتخوتخ الماكلة الزمنية دونك عندنا كابتن عظام شايف من بعد باش نستعملوها كابتن عظام الفرس تاعنا قريب باش تحضر اي توا باش نقصوا العظام حاجة سهلة برشا 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 الحاجة سهلة هي قص العظام باهي شايف كان تحب نقص لك العظمة الأخرى لو طون اللي أنت تحرك هذيك تراه جرب باهي بسم الله كان جات معوجة شايف نخليوها ولا نلوحوها ولا ما يتلوح حتى شيء مع الشيف نعم يتلوح حتى شيء مش مع الشيف بركة ما يتلوح حتى شيء في كوجينا غير نو سوجيت توس ترانسفورم بلوتو غير نو سوبير توس ترانسفورم دونك شوف القصان قد قد شايف فمش واحدة ما شاء الله بالمترو خياطة باهي دونك بالنسبة لينا إيه فوالا
يعطيك الصحة. عايشة. باه، دونك ناخذ العظام. إيه. اللي قصيته نادية. اللي قصيته أنا. واللي الماكلة باش تجي بنينة برشا خاطر أنا قصيت لها العظام. فيها نكهة خاصة. نكهة خاصة. إيه. نسيتو نحركوا الفارس. أي. مليح مليح. محليها شيف، تحسها ماكلة سبيسيال هكا، ما ريتش قبل هكا معناها. سورتو اسمها معاصم البي. معصم البي باللوبيا. باللوبيا. دونك معصم البي روسيت دو باز باش كيما كنت نقول العظام لوبيا زدر دجاج البصل وعندنا البريك. البريك. معناها نجمو ما نطيبوش بريك شيف كي طيبنا نحن هذايا معصم البي. بالطبيعة. بالطبيعة. دونك توا تعرف شنو باش نعملوا ولا لا؟ توا باش نزيد نخلطوا الفارس. ايه. باش نزيدوها العظام. العظام. ليش؟ الكوجينة نحاولوا نجتهدوا احنا في طريقة أداة الأطباق. اه؟ نحاولوا نجتهدوا. كما قلت لي أنت تحب على حاجات قديمة وزمنية تعمل 66 كيف؟ مع لبسة زمنية اللي لبستها. مع لبسة زمنية. ما ريتهاش شاف لبسة لباس تقليدي. لبسة زربية. باهي باش تعاوني؟ أي. باهي. دونك شنو مازال لنا توا؟ مازال لنا. حضرت؟ أي. دونك شغلنا كيفاش؟ سامحني باش نوريك كعبة باش كملت الباقي. حاضر شيف. لازمك تتعلم. لازمني نتعلم شيف. لازمك تتعلم. ما نكمل 15 حلقة إلا ما نتعلم، نولي طباخة قد مهرة. الدنيا. تولي طباخة ماهرة. ماهرة، باهي. باهي. دونك فارس حضرت؟ إي. باش ناخذوا ورقة نتاع بريك. هكا. إي. باش نستحقوا بالنسبة للفارس. باش ناخذ الورقة نلويوها على اثنين من هنا. اي لازم تواني. نستمر شوي بشوي. لازم تواني. اي المهم نستناو الفرس حتى تبرد. من شوي الكعبة. اي وفي الانتظار نزيد نواصلوا الكعبات الاخرين. باهي نحطوا شوية على جناب ولا في الوسط ولا من هنا. باهي اوكي. لوبيا في وسط المرسوقة نورمالمون تجي حاجة بنينة. وتوا باش الروليو. دونك العملية باش تكون صعيبة شوية. نتصور. عاونوني عاونوني. ادعيوا معايا باش نقدها بكدا. باهي دونك. باش نسهل عليك المأمورية. اي. خذهم دوبل. باهي. اي تشدني خيرك تبدا دوبل. حط الفارس من هنا. دونك باش نعمل هكا. لا هذاك وريتك جوست هكا باش طابعك باش تقمر أنت. باهي. ناخذ شوية من هوني. حط لنا حطينا لنا نعاود نحطو مرة أخرى. حطوش برشا باش ما تجيش هكا عريضة برشا. يزي هكا شايف ولا نزيد كيما يساعدك باش نعطيك نوت. أنا باش نعطيك نوت دايرة 5/10 من توا ولا على 20. بون هذيا بلاستيك دونك ما رجعوهاش غادي ما يقلقش بالنسبة لينا. تنزيدك شوية آخر فارس. إي باهي نعملو هكا. اغزلها شيفة اغزلها 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 هيكا. نمشي حتى شيء على جناب منظمة مستوية كما تحب انت. مستوية شقارك. هي ما شاء الله. بون عريضة شوية مي بون. يعطيك الصحة بالنسبة لي. يعيشك شيف ميرسي. طبعا بقى لنا كان باش نقليوه. باش نقليوه. انا كنت سبقت سادة المشاهدين هذه شوية زيت يسخن. اي وتوا باش نقليو البريك. مش موريو بيان سور دو بريفيرونس يبدا سخون. سخون زيت هكا هكا. هذا بالنسبه للمعصم نتاع البي كنا حضرناهم. حضرنا الفارس حضرناهم باللوبيا. تو ما بقالنا كان باش نخليهم نوريك طرق. فما ليكيموار. اي على غالب لازمني نوريها شويه كوزينه. ليكيموار فرانس ولا بالطريقه القديمه اللي هما زوز فرشت. دونك نقلبوا البريك. وهذا اسمه باندويل. دونك عباره على حمام مي حمام بالزيت يسمى باندويل. دونك تو سكي فريتور اي حاجه باش نقليوها لازمنا نحطوا برشا زيت باش نجمو نقليوها. اون جينيرال مش لازم يتيب برشا برشا. قداش هكاك ا بوبخي شيف؟ 3 مينوت. ميم با 3 مينوت احنا كيبدا سخون الزيت ديجا يعني سخون. ولا بالعين انت شيف بالعين تفهم كل شيء. بالعين. دونك توا تو ديجا راهم ديغرادي. هذايا قريب الطيب هذايا مازال شويه هذايا مازلت وهذايا مازلت. دونك تو انا نعس عليهم شيف. باهي
ان شاء الله ما يتحرقوش. لاباس. باش نهزوا الكعبه الاولى. ايه. وانت كمان الباقي. باهي اوكي. هاي لله. عمل علي يا شيف. عمل عليك. في الانتظار حدينا شويه ما يسخن ديما كالعاده. بالنسبه لينا ميزون بلاس يعني توسكي حاجه تتسمى في الميزون بلاس اللي هي التحضيرات الاوليه قبل ما ندخل الكوجينه. يعني اذا كل شيء حاضر ديجا نوريه للساده المشاهدين كيفاش نعدوا الاطباق نتاعنا. موجوده الخضره مقصوصه امورها حاضره جوست يقعد الكونفيكسيون نتاع المنيو. كي نقولوا كونفيكسيون نتاع المنيو يعني جوست الكويسون وشويه تخليط وشويه فيح. ان توكا شيف حبيت نقول لك اللي ريحه البريك ديجا عطات مفعولة في الكوجينة يعطيك الصحة مع عشرة قرص. أما نستناهم جوست لدينا يد المحمصة ديجا تغلي. وما بقانا توا كان باش نتعداو للبلا برانسيبال. البلا برانسيبال اللي هو شيف عين سبانيوري. عين سبانيوري. نحب العين سبانيوري. قول علاش نحبها. خاطرك سبانيوري. خاطر عندي لوك هكا شوية سبانيوري. معليش نتوع عليكم أعزائي المشاهدين أنا راجعين. أعزائي المشاهدين نرجع لكم مرة أخرى باش نكملوا نطيبوا العين سبانيورية. دونك شيف نذكروا بليزانغغيديون تاعنا. قلنا نستحقوا لحم مفروم، عظم، معدنوس، فرماج غابي، وبصل، هكا هاو. سهلة ما تطلبش. سهلة برشا. وبابيي سيلوفان بيان سور. مهارة برشا. إي. دونك عندنا لحم مفروم. كيفاش باش تعملها العين سبانيورية؟ باش تبدا بالضبط شيف؟ باهي باش نحضر الفارس وعندي السيلوفان وعندي الألمنيوم. دونك. باش نعطي استيوس صغيره بالنسبه لنا للحم مفروم. اي باش يتلم. حكيت شويه على البيومين مره. قلت اللي يلزمنا نزيدوا شويه ماء. شويه ماء باش يتلم قبل كل شيء. كونتيتي صغيره نتاع ماء مش باش. اي شويه ماء خاطر البيومين سو كومباكت بالماء. داكا دونك نلبسوا لي غون. نلبسوا لي غون. منظمين. منظمين. هي خاطر اكثريه الخدمه باليد. علاش باليد شيف نورمالمون؟ بالطبيعه كوجينا كلها خدمة باليد. دونك قبل كل شيء باش نستحق الفارس حديت الماء. اي باش نزيد شويه بصل. نحط شويه بصل. شويه جبن. كيف كيف فما روسيت واحده اخرى بالنسبه للعين سبانيوري احنا نحاولوا نجتهدوا ونسهلوا على الساده المشاهدين. بالنسبه لنا نجم نحطوا اللحم مفروم ونحطوا فرشة البصل وجبن والمعدنوس والروليو العظم والا نجموا نخلطوا كيف كيف. نحطوا لي زانغريديون كل مع اللحم خلطوهم زيدوهم شويه فلفل اكحل كالعاده ملح وفلفل اكحل كالعاده اسهل حاجه اسهل حكي وانا نخرج المروحه تاع اسبانيول تاع اسبانيول تاع العين سبانيوري. هولا كيتال كيتال بيان موي بيان ميرسي بون سي بون كوماندانت تشي جيفارا تشي جيفارا. خذينا اللحم زدنا شويه ماء باش يتلم زدنا شويه معدنوس جبن البصل وشويه ملح فلفل اكحل. نحاولوا نسهلوا على الساده المشاهدين قدر الامكان. دونك نجموا زاد نعطيهم حل اخر يعني كل خديرو قدره. ما لقيناش اللحم مفروم نجموا نحيوا شويه سكالوب. المفيد بالنسبه لينا نعرفوا في شهر رمضان سيرتو المواطن التونسي تصعب عليه القضيه على خاطر غالي برشا. اي اون فيت نحن لي روسيت نتاعنا كل ما تكلفوش برشا. ديجا عندنا البرغل ما تكلفش برشا، العين سبانيوريه كيف كيف هاك ترى اللحم مفروم اي تو. ترى اللحم مفروم ملموم لميته بالماء، يعني فما شكون يلمو بالاصفر تاع العظم. انا خيرت اني نلمو بالماء. دونك بزوز صوابع على هنا خليو الاسباس اللي باش نحطو فيه العظم. نزيدوا العظم خليها سباسي خط مستقيم. لما العظمة معوجة هكا حتى يكلوا ورا بعضهم. صحيح يلزمنا برشا لحم مفروم 100 مرة في الفلفل بالنسبة لنا في شهوة رمضان ما نصورهاش انها باش تتكلف برشا. وتوا بالنسبة لنا للتكنيك باش نسحق لي كون. قلت لك عندنا سيلوفان. نمشي نحطه هكا. هكا تترولا. دونك هذه الحاجه الاولانيه اللي تاب سهله على الاخر الاولانيه. مش تعداو للي تاب الثانيه. اللي تاب الثانيه شنو هي؟ اللي هي
اللي هي رولو اليمنيوم هي اون فيت في الاخر معناها ما تسحقش برشا وقت معناها قد درجه هي ما تسحقش برشا وقت ديجا باش طيبوها في ال جست الوقت اللي باش تاخذ في الكوشه معناها لو طون قداش هكاك ابوبخي من نص ساعه لساعه غير بون باش نطيبوها برشا كمان بلي درجين شاف دونك بالنسبه لينا كيما نراو ولات عباره على بودان باش نتعداو التكنيك كيما كعبه الحلوى انا باش نعملها من هوني باش ما تقولش ليه ليه لحظه تعمل حتى شيء هاي ريتها من هنا ريتها ولا مكبوسه اي حتى باش تكبسها من هوني توا شو باش تعمل انت باش دورها في سونس كونتريير وي فيها حكمه معناها مش كل شيء كيما كيما الحلوى هذه نتاع شيف عامل كيف يسخايل في العين السبانيوريه بونبون والله سي تري بيان وتو ما بقالنا كان باش نهزو نطيبو العين السبانيوريه يا انا تاكلو ديسير وتو ما بقالنا كان باش نطيبو العين السبانيوريه ونتعداو الديسير انا جاي رجعنا لكم ان شاء الله نكونوا ممتنينش عليكم اي توا باش نتعداو للفاز فينال نتاعنا اللي هي ديسير وصلنا للديسير شنو باش نحضروا انا رافي تمر وشابلور وزبده وسكر اكولي هذا اختينا خبز بان دومي حطيناه في الفور من بعد رحيناه ولينا كشابلور يشبه للشابلور يشبه للشابلور دونك بالنسبه لينا لو ديسير باش تعلم حاجه ماما تعرفها الحكايه انا اونتر بانتيز شيف راني نحب برشا رفيسه خاطرها كلها فوائد للبدن مش لازم يعني ناكلوا رفيس كان في رمضان نجموا ناكلوا حتى في سير الايام في الصباح قبل القهوه ما فيها باس ناخذوا كعبه رفيس فيها زيت زيتون وتمر وحاجه باهيه برشا 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 للبدن سورتو الفائده نتاع التمر اللي الكل يعني سكر يعني يعطي انرجي دونك بالنسبه لنا الحاجه الاولانيه باش ناخذوا خذينا دقله رايحين لها القلوب نتاعها ما عادش نسحقوا وقصيناها بالسكينه دونك صبينا البان دومي اللي كنا رحيناه شويه زيت زيتونه توا بيان سور جوست شيف فنانه فنانه توا باش نعطيو الزبده نعملو شويه زبده ونزيدو خلطو داكوغ ناخدو السكر تاعنا نحط شويه سكر وخلينا شويه للاخر للاخر باش الكعابر نحطهم في السكر باهي اوكي هكا يزي شي زيد 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 ما يسالش يزي باش نرجع ناخذ